واحد المرأة تولد وتيموت لها الدراري، من تتولد الدري تتولد تدوز 7 أيام 8 أيام تيموت. هادشي تيوقع، ما عرفتش انا من اش داكشي، واش تيكون مرض ولا تيكون شي حاجه ولا الله اعلم. فيما تتولد مسكينه تيموت لها، مات لها الاول، مات لها الثاني، مات لها الثالث، مات لها الرابع. والمراه مسكينه تفقصات، ما لقات ما دير، تمشي عند الطبيب، تمشي هنا تمشي هنا، ولاو تعرفوا الناس كيما تينعتوا داكشي، تينعتوا بين الناس اللي العيات اللي تيبقى يقولوا لهم مسكينه تيموتوا لها الدراري. تتولد كنت تيموتوا لها، تكون شي عيات معروفين بهذه الظاهره، بهذه بهذا المرض هذا او بهذا المشكل هذا. هذيك المراه مسكينه جات عندها واحد المراه قالت لها شوفي انت دابا حامله قربتي تولدي، وعرفتني الدري الله يحفظ، الا ما ماتك هاد الخمس، ها هما ماتوا لك 4 بزاف عليك، غيموتك هاد الخمس. دابا راه كاين واحد الحل معروف وكان تيديروه والدينا بكري وجدادنا وكذا وكذا، وصولت واحد الفقيه واكد لي هاد الهضره، وهادي وهادي غنديروا لهاد الدري هذا. قالت لها شنو غنديروا؟ قالت لها حتى تولدي وانا غنوريك. نهار ولدات جات عند هذيك المراه قالت لها تصنتي ليا غنمشيو نشريو الكفن، اه وغنكفنوا الدري وغنديو الدري الروده ندفنوه، وما غندفنوش كلو، كفنوه نغسلوه هنا ونكفنوه بحال ميت، وندخلو نحفروا ليه في المقابر ونخليو ليه غير راسو، غير راسو باين، غير الراس ديالو، ونديروا عليه الرمل ونبعدوا منه ونتسناو، ونقول لدوك مواليد المكان، يا مواليد المكان الا كان هاد الدري ديالكم عطيوه لينا، هاد الدري الا كان ديالنا عطيوه لينا، ولا كان ديالكم خذوه. قالت لها ديك الساعه تعرفي الا هذاك الدري بعدنا منه واحد الساعتين وخليناه بوحدو، جينا ولقينا الدري عايش، عرفتي صافي الدري يبقى يعيشو الكديمة، ولقيناه مات بس راسك شحال من مرة الدري ما يعيش لك، سمعتي؟ قالت لها واخا لالا. عطات لواحد صاحبتها جات حتى هي معاها، قالت لي انا غنمشي معكم في سبيل الله. المرة الثالثة حتى هي راسها خاوي جاو، قالت نهار ولد ديك المرأة غسلوا الدري، خافوه يموت، غسلوه وكفنوه هو حي حي، وهزوه وواحد النهار سلتو ثلاثة بهم فوت فوت فوت، مشاو تيدورو من على توصلو الروضة، مشاو لواحد البلاصة حفروا بواحد القادوم طف طف حفروا ما بين المقابر، داروا لي واحد القبير صغير دخلوه غطوه بالرمل هو حي، داروا لي هكا خلاو وجهو شوية باين، وبعدوا منه مشاو جالسين. واحد العساس تيشوف فيهم تيحفروا تما، تيشوف داك الشيء بيد من تطلع عليهم وما شافوش، والروضة قديمة والربيع وما شافوش، مشا تيجي القيادة، مشا القيادة قال لهم سيدي شي وحدين كان تيجبدوا العظام، بغاو تيجبدوا العظام انا بغي ما عرفتي يديروا كسكسو ديال الميت ما عرفتي داك التخربيق ديال بكري. جا القايد صيفط المخازنيه قال لهم جريو دابا جيبوهم، المخازنيه ركبوا واحد الطومبيل مشاو تلقاهم جالسين تيتسناو. عيات ديك المرات عيات تيغوتوا، سيادي ها مالي المكان، ولا كان ديالكم خذوه، ولا كان ديالنا عطيه لينا، ولا كان ديالكم خذوه، ولا كان ديالنا عطيه لينا، كانوا تكلموا القايد. مشاو لقاو الدري باقي حي، هزوهم داهم عند القايد. اش تديروا تديروا السحور. القايد ما فهم اش هذا الشيء هذا؟ الدري معمر في التراب مالكم؟ واسيدي راه حنا قلنا له كانوا ديالهم ياخذوه ولا كان ديالنا ناخذوه. شكون هادو اللي غياخذوك؟ مالي المكان؟ شكون هذا مالي المكان؟ ومالي الوقت؟ مالي الارض؟ مالي الارض اسيدي؟ راه سيدي قالت لي عندك زعما اللي معلمه، قالت لي سيدي حنا لا عيطوا علينا موالي، راه حنا تنموتوا تا عيطوا علينا موالي المكان الروضه، موالي الروضه تيعيطوا علينا ومتى نكونوا حيين راه حنا مبعدين منا. حنا هاد المراه ما تتولدش هي، ودينا بغينا عيات ما دير باش تكون عندها الاولاد ما كتبش هي، ودينا سيدي الدري دينا تما حفرنا ليه وخلينا غير وجهه باين، وقلنا هاد الشيء راه تيقولوا جدادنا وتيقولوا حق عائلتنا والناس اللي قدام تيقولوه. القايد تيشوف فيهم انتم واش تتخرقوا؟ واسيدي حنا قلنا وصافي اش تتخرقوا؟ عيط على البوليس، شدهم البوليس داهم. كيفاش وقع الحاجه؟ واسيدي راه اذا كان حنا قلنا زعما لا كان يدي ويدي خلونا خلو لينا، كان شي واحد فهم في هذه القضيه ما فهموا فيها والو. وشوف العقليه كي دايره، يديو الدري يحفروا ليه ويخليو غا وجهو باين ويكفنوه ويغسلوه، ويقول لهم ها مالي المكان، الى هاد الدري ديالكم خذوه، ولا ديالنا الحمد لله ما داش شي كلمه من تما كون جمع معاه الكلاب اللي غاتيتلوا في المقابر، كون جمع معاه ولا مسكين تخمق بدا كذا ولا يدوز شي حنش يضربوا ولا شي مشكله،
والدري ساد ديالي مسكين تمام غادي غوجو جاب الله وقاحي ايوا عيطوا عيطوا سيدنا وكيل الملك قال ماشي شاد الحالة هادي شنو نديرو في هاد الحالة هادي الجهل والراس دايخ شنو العقاب شنو الجهل باش تسمى هاد الجريمة هادي شنو يعاقبهم غيقولوا سعوادة ماشي سعوادة غيقولوا سحور ماشي سحور شنو غيقولوا عادة ماشي عادة عرف ماشي عرف جريمة ما عندها تسمية فالاخر هدوهم قال لهم شوفوا راه غادزتوا فوجه الله السيد وكيل الملك بغاش تاخذ معكم شي تدابير وقالوا ديك المراه قال لها انت اللي جبتي لهم هذه الحريره هذه انت اللي جبتي المراه حاضيها قرب تولد مشيتي دير هذه المشكله راه كل ما داك الدري مشيتوا للحبس القتل قتلتوه جاب الله الدري باقي حي وديو الدري ما عرفت انا واش عاشني هذاك الدري ولا ما عاشش ولا هذا لان المشكله حبست عند البوليس شوف العقليه كي دايره